بلشنا مكملين بي ام تي في لايف. لكن هلا رح نكون عم نحكي لولا عن الوورلد كاب، وتحديدا نبلش بمباراه امبارحه، مباراه اللي كانت عم تجمع المنتخب الالماني مع المنتخب الفرنسي. وهالمباراه اللي كانت عم تجمع المنتخبين كانت مباراه فريده من نوعها، اول شيء من ناحيه الجمهور. نعم. الناس بلبنان اذا بدنا نحكي امبارح يمكن اكثر ليله الجمهور اللبناني حضر فوتبول فيها، خلينا نتفق هالسنه. المانيا وبرازيل لانه الجمهور اللبناني اجمالا مقسوم بين هالفريقين وبين الفرق ظهروا. يعني اذا بدنا نحكي شوي عن الفريق الايطالي يعني ما عاد موجود، المنتخب الانجليزي ما عاد موجود، الانجليزي الاسباني كمان الاسباني ما عاد موجود، انه هو هن الدول الاوروبيه اللي عاده انه الناس بعد في هولندا هلا عاده يعني عم بيزيد جمهورهم. اكزاكتلي شو بصير اذا كانوا مشجعين لهالفرق وطلعوا برا؟ هل فانز بيتقلوا لفريق تاني؟ شو الوفا؟ لبنان يعني اذا بدك هيك عنده نقطه خاصه غير عن كل العالم، لان بلبنان تحديدا على طول بيكون في عندهم فريق تاني وفريق ثالث، يعني بيجوا ثلاث انت مع مين؟ ايه اكثر يعني هو بلان بي كونتينجنسي بلان، يعني هي الحاله تبع الطوارئ بيستعينوا فيها وقت يظهر فريقهم. عدم بيصالوا انه اول فريق اغلبيه بيكون في توجه معين، مثلا اذا انجلترا او ايطاليا وين بيروحوا، برازيل او جرماني؟ هيدا سؤال يعني هيدا سؤال كثير صعب، هيدا سؤال كثير صعب لانه بعتقد بدها تحليل نفسي يعني نادي نحن نكون عم نعرفها. بس الاهين جاوب على السؤال انه اذا بتقولي لي اللي بيكون مع المانيا وده المنتخب الالماني مع مين بيصير؟ بقول لك انه اكيد مش مع برازيل، والعكس صحيح يعني، لان هل ما بعرف ليه انه هالعقليه وقت بتصير برياضه كره قدم مش ممكن فان من هون يصير، لان غير اداء غير اسلوب باللعب كمان. اذا بدنا نرجع مدرسه مختلفه يعني مدرسه مختلفه كليا بالمدرسه البرازيليه، انه ناس بيستمتعوا يحضروا هالكره القدم مع المنتخب البرازيلي لان في اسلوب هيك شوي مرح اكثر باللعب. مع المنتخب الالماني في اسلوب منظم مرسوم، ومش هيك بيقولوا الماكينات الالمانيه، غير انه لان بيضلوا كل الوقت على نفس المستوى من ناحيه الاداء، من ناحيه مع انه اوقات انه بتنزل شوي بتضعف هالمكنه بس ترجع بترجع. بتعرف حلو هيك نسترجع شوي بالذاكره النتائج، كل لقاء بين برازيل والمانيا عبر أكيد. المونديالات عبر السنين تنشوف مين الرابح الاكبر، هيك بركي بروق وضعهم من هلا للثلاثه، لانه ما بعرف شو رح يصير بالشوارع اللبنانيه من هلا للثلاثه كمان. وين رح تكون انت الثلاثه؟ ثلاثه ما بعرف، عم جرب فكر بالبيت بحس اضبط. بتعرفي هيك مباريات اضبط شيء انه واحد يكون عم يحضرهم بالبيت، يعني يمكن ما تلاقي محل اصلا خارج البيت لتحضرها قد ما في مشجعين لهالفريقين، بس وين ما كان المهم انه نحضرها. وبتامل هيك دائما تكون الاجواء رياضيه. انا شو بحب هالغنيه، كنت حابه احكي اليوم مشاهدينا ولكن للاسف ما كان معنا وقت زياده، عن اغاني المونديال، الاغاني اللي بترافق كل مونديال اللي كمان عم بركزوا عليها كثير بالمونديالات الاخيره. النجوم عم بيكونوا اكبر وعم بيوصلوا لانتشار او شهره عالميه اكبر، يعني كنا بنعرف جيلو يمكن وبيت بول مش بحاجه لشهره عالميه، ولكن هالقد صار عندهم انتشار اوسع من خلال هالاغنيه. وكلنا بنعرف قد ايه شاكيرا حققت نجاح بالمونديال الماضي وكمان هالمونديال مع الاغاني اللي قدمتها بهالمناسبه. واكا واكا كانت يلي تويند فايرل، يعني الاغنيه خاصه كانت بساوث افريكا. بس عم نلاحظ يعني هلا المونديال لولا غير انه القعده الجماهيريه تبعه عم بتزيد سنه عن سنه اكثر واكثر واكثر، كمان من يومين لان كنا انا وياك عم نحكي انه المشاكل ما عم بيصير شيء، او اتليست بالاعلام ما عم بيضوا على هالامور يلي هو شيء ايجابي. الامور الثانيه بس اللي عم بيضوا عليها هن التكنولوجي يلي اوريدي كمان ذكرناه هون. الموسيقى نقطة كثير مهمة بالوورلد كاب اذا بدنا نجي نفكر فيها، يعني لان اول شيء كل مونديال في عنده النشيد الخاص فيه يلي هو بيكون مرتبط بالبلد الموجودين فيه. صح. الغنية يلي عادة كثير بنكون عم تيم سونغ يلي هي تكون كثير عم تاخذ درجة ويكون الكل عم يسمعها، وخاصة هلا وجوم بالبرازيل هالبلد يلي بنعرف انه فيه هالجو المرتبط كثير بالموسيقى جو الاحتفالي على مدار السنة مش بس جو المهرجانات، فكيف إذا بفترة المونديال وفريق من أقوى الفرق الموجودة؟ فريق من أقوى الفرق، بس يوم بدنا نقول انه بالمباريات الجاية يعني في نيمار مش حيكون موجود، وفي تياغو سيلفا كمان مش حيكون موجود يلي حصل على بطاقة صفراء ثانية امبارح. بس في حدا خبرني انه كمان نص الفريق الألماني مريض، حيصحوا كلهم حيصحوا كلهم لاقطين فايروس حاطينه نيب شي محل. ما مش هيك بنقول الماكينات الالمانيه لو شو ما صار لهم رولا بضل الاداء هو نفسه، بضل المستوى هو نفسه، مع انه امبارحه بالمباريات يعني بالشوط الثاني بتحسي مع انه تعب المنتخب، وخاصه انه امبارحه في شغله لفتت لي نظري انا وعم بحضر المباريات، يعني كان المذيع عم بيقولها انه هالمباريات هي تغير توقيتها لتقدر تتلائم
مع الوقت المشاهدين يعني مشان البث التلفزيوني يقدروا اكبر عدد من المشاهدين. كانوا عم بيلعبوا الماتش بين 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 المانيا وفرنسا، كان عم بيصير على الساعه 1 بعد الظهر بتوقيت برازيل، وعم نحكي يعني هونيك كانت حراره قد ايه كانت عاليه، يعني باقوى فتره بتكون فيها الشمس بس نقدر نحن نستمتع بهالمباريات. فقد ايه بيكونوا تعبوا عضلاتكم خلال فتره النهار أوليك؟ لا بس عم بيقولوا انه عامل الطقس عن جد عم بيلعب دور exactly. اساسي مش هيك هو الافريقيه ومناطق امريكا عم بيكون ادائهم بعد احسن لان معودين اكثر على هذا الطقس يعني. مع انه الالمان منهم هينين ابدا، بتعرف انه بدللوا اللاعبين واكيد بحطوهم بافضل الاوتيلات، بس الالمان ما قبلوا بهالدوره. بتعرف شو عملوا؟ لا بنوا اوتيل خاص لهم، فندق خاص لهم كرمال للمونديال للفريق الخاص بالمانيا. صوروا مشاهدينا their own hotel، فمن ناحية الدليل ما تخاف عليهم حتى لو الطقس مش مناسبون، اي سي توربو عندهم بالاوتيل. على كل بانتظار مباراة واحدة ثلاثة اكزاكتلي. خلاص بلشنا بدور السيمي فاينل يعني، هلا بعد في مباريات لنشوف مين في بالجهة المقابلة يعني. الكلنا طلع يشوف انه مين الفريقين يلي رح يكونوا عم يتقلوا كمان لدور النصف النهائي، بس كله مستند على مباراة ثلاثة. ان شاء الله هيك بتمرق على خير ونستمتع فيها قد ما فينا، وتبقى طاغية الروح الرياضية مش بس بمجال الرياضة، بكل المجالات. شكرا لك إلي، بتمنى لك ويكند ممتع وخليكم معنا مشاهدينا، وبعطيه شوية وقت لحلقتنا. وفي الميوزك فيديو كمان بدنا نشوفه هلا. Yeah.